لحظات من الفزع الخالص عاشها الغواص الجنوب افريقي رايان شيمف، وذلك بعد ان تعرض لواحدة من اغرب الحوادث التي قد يتعرض لها اي شخص في وسط المحيط، عندما ابتلعه حوت ضخم مع سرب من الاسماك في المحيط الاطلسي، الا ان مشيئة الله اخرجته باعجوبة من فم الحوت لينجو من مصير كان محققا لا محالة. ذكر موقع روسيا اليوم أن الغواص المحترف رايان شيمف البالغ من العمر 51 سنة هو مدير شركة دايف إكسبيرت تورز، وهي شركة خاصة بتنظيم جولات تحت مياه البحر لكل من يحب أن يرى الحياة البحرية عن قرب. وكان شيمف قد تعرض لهذه الحادثة عندما كان برفقة عدد من زملائه الغواصين الذين أرادوا تصوير سرب ضخم من أسماك السردين قرب ميناء بورت إليزابيث الواقع شرق مدينة كيب تاون في جنوب إفريقيا. وحول ما حدث في ذلك اليوم، أوضح الموقف بأن الغواص الجنوب إفريقي كان قد خرج مع رفاقه على بعد 40 كيلومترا من الساحل لتصوير أسراب الأسماك قرب الميناء، إلا أنهم وخلال قيامهم بهذا الأمر حصل ما لم يكن في الحسبان أبدا. فخلال سباحته بالقرب من سرب الأسماك تفاجأ أنه تحول بلمح البصر إلى وليمة لحوت ضخم كان قد ابتلعه برفقة عشرات الأسماك التي كانوا يصورونها. وشاءت الأقدار أن صديقه كان موجودا في تلك اللحظة وتمكن من تصوير الحدث بأكمله. وعلى الرغم من أن شيمف عاش هذه التجربة الغريبة التي كادت أن تودي بحياته، إلا أنه وبمشيئة الله قام الحوت الضخم ببصقه إلى الخارج. وعن هذه التجربة يقول شيمف أنه عندما كان يقوم بتصوير الأسماك شعر فجأة بأن العتمة قد اجتاحت كل شيء من حوله، كما أنه شعر باللحظة التي قام بها الحوت بالتقاطه بفمه، وأكمل قائلا: تحسست الضغط على فخذي، ولم يكن هناك وقت للذعر في مثل هذا الوضع الذي يجب فيه أن تستخدم غريزتك، ولا يمكنك أن تفكر بشيء عندما تجد نفسك في جوف الحوت. وأحس الغواص أن الحوت كان يعتزم جره إلى عمق المحيط، لكنه بصقه بعد ثوان معدودة ليتمكن شيمف بالعودة إلى الشاطئ سالما. تذكرنا هذه الحادثة بالواقعة التي حدثت مع سيدنا يونس عليه السلام.